عيونك دغر علاج الضامي وليل يلف متونك يسقى بعطر الشامي غمازتك وعيونك دغر علاج الضامي ليل بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل. مشاهدينا متابعينا الكرام، شكرا لزملائي الذين سبقوني بالوصف والتعليق، سالم بركاض العليلي وحمود اليماحي من تواصلوا مع حضراتكم في اول الثلاثه في الثلاثه الاشواط التي انغضت. ننطلق في هذا التحدي المثير في هذه الانطلاقات المميزة، حيث ينطلق الشوط الرابع في المجموعة يحمل تحديات الابكار الإذاع من المسافة هي 4 كيلومترات. شعارات تأتي في هذا الشوط تحمل التحدي والتنافس. ننطلق لنتعرف على الأسماء المتقدمة في هذا الشوط، بداية مع المركز الأول. نتعرف على بداية هذا الشوط، هنا البداية مع مرسى أحمد بن عتيق بن علي بن خفية الاكتبي، لكن التغيير لحصل وجرى من الشهنية لهجن ند الشبا مع المضمر سالم بن سعيد من يتواجد ويقود الشهنية على مقدمة هذا الشوط بانطلاق مميز وباندفاع ممتاز. الشهنية تأتي على البداية وتغير زمام الأمور. أما المركز الثالث تحرك أيضا من الشهنية، تأتي لهجن ند الشبا مع المضمر سالم بن سعيد من يتواجد ويقود الشهنية في هذه الانطلاق المميزة. هو الرائع يأتي بن دحر، أرى شعار بن دحروي يتواجد مع الثريا، مطهر بن محمد بن دحروي العامري يتواجد على المركز الثالث يقدم لنا الثريا هذا الشعار. أما المركز الخامس وصول وتحرك من اللي وصلت وجود لمحمد بن عبيد بضبيعة الاكتبي يتواجد في هذا الشوط يقدم لنا وجود من تثبت الوجود في الخمسة المراكز الأولى وتحتل المركز الخامس بانطلاقها المميز وباندفاعها الممتاز. المركز السادس تأتينا الشهنية لهجن ند الشبا مع المضمر سالم بن سعيد من يتواجد في هذه الانطلاقة المميزة والرائعة. تتواجد النصيبة تتقدم إلى غايبة هذا الشوط عبيد بن رملي بن محمد العامري، يتواجد بن رملي أحد الغادمين من المصر صانع الجنوبية. أرى الوصول والتحرك في ثامن المراكز. تأتينا الشهنية لهجن ند الشبا مع المضمر سالم بن سعيد، أيضا وصول من الشهنية في 10 المراكز لهجن ند الشبا مع المضمر سالم بن سعيد. نكتفي بهذا القدر، 10 المراكز الأولى ذعناها على حضراتكم، لكن عودة إلى المركز الأول، عودة إلى بن دحروي، عودة إلى بن دحروي من يسيطر على المركز الأول، من يغير زمام الأمور كما عودنا هذا الشعار دائما في المراكز الأولى. لكن أهل المصانع الجنوبية غيروا إلى المركز الأول بانطلاق النصيبة على المركز الأول، من تتنصب على مقدمة هذا الشوط وتغير إلى المركز الأول. عبيد بن رملي بن محمد العامري يتواجد ويقود النصيبة على المركز الأول بانطلاقة النصيبة من تتواجد على المركز الأول على بداية هذا الشوط. المركز الثاني تحركت هنا في ثاني التحديات الثرية، مطر بن محمد بن دحروي العامري يتواجد في ثاني التحديات، وينطلق بن دحروي مع انطلاقة في ثاني المراكز الثرية. لكن المركز الثالث وصلت وجود، بدأت تثبت الوجود في هذه التحديات المثيرة لمحمد بن عبيد بضبيعة، وصلت هجن ند الشبا، وصلت هجن ند الشبا. أول وصول والتحرك من عرين، وصلت عرين، تحركت عرين على المركز الثاني لسعيد بن عامر بن سالم المغيري بمتابعة هنا شهاب المالكي من يتواجد مع
شاعرين في هذه التحديات المثيرة، لكن البداية والرقص الجميل مع بالرملي، مع بالرملي، مع النصيبة، مع النصيبة، من تنصبت بالمركز الأول مع بداية هذا الشوط. عبيد بالرملي بن محمد العامري، هنا أهل المصانع الجنوبية يتواجدون ويثبتون الوجود هنا على المركز الأول. الله، لكن عرين تحركت، عرين تحرك المغيري، سعيد بن عامر بن سالم المغيري، لكن البداية، لكن المركز الأول راح بالرملي، راح بالرملي على المركز الأول مع النصيبة، مع النصيبة، من تنصبت بالمركز الأول وانطلقت بهذا الشوط بانطلاقتها المميز وانفردت عن بقية المراكز. النصيبة، النصيبة، عبيد بالرملي بن محمد العامري ينطلق على المركز الأول ويقدم النصيبة في هذا الشوط بانطلاقة هذا الشعار الذي دائما وأبدا يأتي في الرموز ويأتي بالمراكز الأولى. وسلام يا المصانع الجنوبية، سلام، وسلام يا الوقن، سلام، تهانينا والناموس لعبيد بالرملي بن محمد العامري على هذا الفوز والانتصار. المركز الثاني وصلت لهج الند الشباب مع الشاهنية، لهج الند الشباب مع المضمر سالم بن سعيد، وصل في ثالث الثرية لمطهر بن محمد بن دحروية العامري. هج الند الشباب المركز الرابع، المركز الخامس عرين لسعيد بن عامر بن سالم المغيري، يتوج الزمن 6:27. تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار. تهانينا والناموس ايضا لعبيد بن رملي بن محمد العامري على انتزاع النصيبة المركز الاول.